طيب طيب دلوقتي بما ان في رقابه وفي ناس بتعلق وفي ناس بتقول غلط وفي ناس بتقول صح، ايه رايك في المهرجانات الشعبيه بقى؟ المهرجانات انا قلت رايي، انا قلت رايي فيها يعني، هي نوع من الـ من الـ 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 الفن اللي انا ما احبوش وما بس ضد المنع. انت قلت انك ضد المنع بالظبط، انت قلت انك ضد المنع طبعا، ولما جبت الاستاذ علي شاكر انا قلت لك ايه، في حدود، ولكن ان حد يمنع حد بس هو ده النوع ده ما بيبقى مرغوب كمان بينتشر اكتر، ما حدش يمنع حد ليه؟ بمناسبه الاباحيه اللي حضرتك قلتيها، ده موقع مش عارف ايه تيك تيك بقى بس خلاص موجود في الموبايل، مظبوط، ما حدش يقدر يمنع حد. السماوات المفتوحه، دي رحت شاتم احمد الهواري، دي رحت شاتم تامر عبد المنعم، ما حدش يقدر يمنعني، ما هو تويتر اهو، فيسبوك اهو، الجلوباليزيشن او العولمه غيرت من مفاهيم دي. احنا بقى نعمل ايه؟ نعمل سينمات في القرى، نعمل مسارح في ال ناخدهم في حته ثانيه، ناخدهم في حته ثانيه، نعالجهم. هو ليه كان في مصر المسرح لغايه التسعينات الناس بتنزل اسكندريه؟ دي تقطيع. انا السنه دي في اسكندريه بعمل ابدا حلمك هناك، ماشي، مفيش مسرحيه. المسارح بتاع اسكندريه قليله قوي، دي كانت الكورنيش كله مسارح، المسرح عادل امام 14 مسرح تقريبا ومش عارف ايه هنا وسط البلد عندك سينما راديو وقصر النيل ليه ما فكرتش تستخدم مسرح الزعيم او مسرح الارض؟ استخدمه عماد زياده وعمل انا قصدي، ليه ما فكرتش تعمل حاجه تانية عليه وانت عندك المخ ده وعلاقتك كويسه بالاخر بالتحديد؟ الجدوى هتكسب ازاي؟ شوف انا لما جيت عند سينما الشعب قلت لك الحكايه 1+2+3 كنت مظبطها مظبوط. النهارده في القطاع الخاص الوحيد اللي شغال دلوقتي مسرح الاستاذ صبحي، مسرح اللي هو عامله بتاع مسرح مدينه سمر، عمل مسرح ومسرحه، فمفيش تكلفه ايجاريه مظبوط، طبعا دلوقتي يسوى 3 اضعاف ما هو بناه طبعا، وفي النهايه هو محمد صبحي فبيبيع المسرحيه ويجيب شباب جديد انه محمد صبحي والمسرحيه ماشيه وتيكت مارشي بتباع له وتذكرتي بتباع له. ايه رايك بقى في الفنانين اللي واخدين موضوع يعني ماديات اكتر؟ كل واحد ودماغه يعني الموضوع وبعد كده مفيش حد فينا، ما انت هتشتغلي ببلاش. لا بس لما يبقى ده المين تارجت يعني تبقى هو ده الاساس نمبر 1، وقبل ما اشوف الدور وقبل ما اقرا الورق اشوف انا هاخد كام، مش طبيعي، ولا انت ايه رايك؟ طبعا. طب خلينا في الفنانين اللي بجد، انت كنت او ولا زلت مقرب من علامتين من علامات الفن في مصر مش هيتغيروا وربنا يديهم الصحه وطولة العمر، استاذ عادل امام استاذ عمرو دياب. الناس دي فضلت السنين دي كلها قاعده فوق كده ما بتنزلش ليه؟ وانت كنت مقرب او لازلت مقرب وعارف الناس دي بتعمل ايه؟ هم بيعملوا ايه عشان يفضلوا لا وناجحين وليهم بقى بجد؟ لا يفضلوا ناجحين يعني، هم يفضلوا ما بينزلوش، محدش بيعرف يطلع لهم يعني، مهما الناس تعدي عليهم هم قاعدين في حته كده مع نفسهم. في صدق، في قضيه، في فكر، خلي بالك. تعال يا استاذ عادل وعمر ده سهل. لا انا عارف انه، لا انا بتكلم ان عمر حبيت كل اللي قاعدين دول معانا في الهول ده حبوا على اغانيه. طبعا دي حقيقه. ولسه الجيل اللي بعدنا ذكرياتنا كلها على ايد عمر. قريت مقاله اسمها عمرو دياب يا عمرنا في عيد ميلاده، مش فاكر كان مين اللي كاتبها، وشوف كاتب ايه. فعلا هو نوستالجيا مظبوط حياتنا كلها صح، ومكمل واخد جيلين ثلاثه بعدين. ما في كده، وفي عبد الحليم صح مظبوط، في ام كلثوم، في عادل امام، في نجيب محفوظ، في فلتات كده تستمر وتفضل في مكانتها في فؤاد المهندس طبعا، في مكانات طبعًا. لا بس قصدي دول ايكونز وعدوا على جيل احنا عايشين عليه، ولكن ان يبقى الاب والابن والحفيد هما جمهور لشخص على قيد الحياه اللي هو عادل امام او عمرو دياب ليجند، هي دي الاسطوره. انا بقول لك هما دول اسطورتين مش هيتكرروا، لانك النهارده حضرتك لا. بتحب عمرو دياب وبنتك الصغيره بتحب عمرو دياب، ولو خلفت وحفيدتها حفيدتك بتحب عمرو دياب هيتكرروا مصر ولادة. طب الناس دي هل هي طفره بالحظ؟ هي كده، هو كان قالوا ام كلثوم مش هتكرر، عادل امام ده ام كلثوم في ثوب ممثل، محمد صلاح ده اسطوره طبعا وهتتكرر، خلينا ننبش وهيطلع.